والسادات، التطور الحقيقي هو الذي يظهر. اليوم عندنا لقاء ما يتعلق بانطلاق ورشة من الورشات إنصات المواطن، مجتمع مدني ومدنيين أطر، لأن بداية كل مجلس من المجالس يجب أن يكون تشخيص حقيقي يشارك فيه الجميع، فنانا مثقفين وكل شيء، باش نعرفوا شنو الأولويات التي يمكن أن تكون لدينا وكمجلس، لأن هذه عمليا كنا نديروها في المركب الثقافي بحضور جمعيات، ولكن الاحترازات الأخيرة ديال الصحية خلاتنا أننا نديرو هنا. وكانت مناسبة ديال اليوم العالمي للتطوع اللي كنا بنديرو به، ونكرموا بالمناسبة عدد ديال الفعاليات ديال التطوع داخل موظفين مقاطعة عثمان، خاصة جائحة كورونا اللي بغينا هذه العملية نديروها كحفل. ولكن اليوم اقترحنا ان يكون بشكل مصغر في اعضاء المجلس، ودار واحد توقع اتفاقيه مع منتدى المواطنه في اطار التتبع وفي اطار تتبع مسار التشخيص اللي غيدار مع الجمعيات. وربما هذا المسار غادي يكون مسار حقيقي من خلاله هو تقريب المجتمع المدني الى المنتخبين، وكذلك من الامور اللي خصها تكون فيها هو 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 أن التشخيص خصو يكون تشخيص مبني على الواقع ومبني على الأولويات، لأن كما تنقول لهم وهذا معهود المجلس كامل، أنه كل شيء مدعو مشارك يشارك في هذه العملية، يشارك في قدر ديال التطوع، يشارك في هذه العملية اللي يمكن أنها تعطي واحد الدفعة من خطر التشخيص والتتبع ديالها. ولماذا لا في السنة الجاية نديروا الإنصات رقم جوج السنة اللي فاتت، كل سنة نشوف فين وصلنا بعلاقتنا مع المجتمع المدني في التكوين وفي تأطيره في الشراكة الحقيقية اللي خصها تكون بينه وبينه.